بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال: قال محمد: حدثني أبو الأصبع الحراني عبد العزيز بن يحيى، أنبأنا محمد بن سلمة. عبد العزيز بن يحيى أنبأنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن يزيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب رحمهم الله عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته 100,000. قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديثه أتم، في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه. قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً لأن الأمر على غير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مر معنا أيها الإخوة في الأحاديث المتقدمة بيان المهر وأهميته في النكاح وأنه لا بد منه، وتبين أيضا أن المهر ليس له حد مقدر في الشرع، ولكن الشريعة ندبت إلى التيسير في شأنه، ندبت إلى التيسير في شأن المهر من باب تيسير أمر الزواج، حتى لا يكون ارتفاع المهور عائقا دون إتمام النكاح وحصول البركة بهذا العقد وحصول الأولاد وتكون الأسرة. وهذا الحديث الذي مر معنا الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل المرأة وسأل الرجل، سأل المرأة: أترضين أن أزوجك بهذا؟ قالت: نعم. وسأل الرجل: أترضى أن تتزوج بهذه المرأة؟ قال: نعم. فزوجهما النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يرد في هذا الحديث ذكر للمهر، وهذا مبني على ما تقدم من أن المهر ليس ركنا في عقد النكاح، العقد يتم بدونه. العقد ما هو؟ الإجاب والقبول، زوجني زوجتك. طبعا لا بد من رضا المرأة ولا بد من الولي،
لكن أين الولي في هذا العقد؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي زوج المرأة بهذا الرجل، هذا يدل على أن هذه المرأة ليس لها ولي، أو ليس لها ولي حاضر. والسلطان كما هو معلوم في ديننا، السلطان ولي من لا ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو الولي، وهو قد زوج المرأة بالرجل، ولكن بناء على موافقتها وقبوله هو، ما أجبرهما، ما ألزمهما، سألها أترضين، وهذا دليل على أنه أخذ موافقتها، وسأل الرجل أترضى أن أزوجك بهذه؟ قال نعم، فزوجهما. الشاهد ليس في هذا، الشاهد في أنه لم يسمى المهر في هذا الحديث. فهل يسقط المهر؟ لا، لا يسقط. وقد مر معنا فيما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في الدرس الماضي أنه سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فتوفي، يعني عقد عليها ولم يدخل بها ولم تأخذ صداقا، فأفتى فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن لها المهر وعليها العدة ولها الميراث، لها مهر نسائها، يعني من كان يماثلها في بيئتها وفي محيطها لها المهر الذي يماثل ذلك، يعني هي زوجة ويلحقها ما يلحق الزوجة من العدة ومن الميراث، ترث. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي المهر، وقد يكون الأمر في هذا أن الرجل ليس لديه مال في مثل هذه الحال، وهذا دليل على أن النكاح يصح ويثبت المهر في الذمة، يقدر بعد ذلك. هذا الرجل حضر غزوة الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لما كانت غزوة خيبر النبي عليه الصلاة والسلام جعل لمن حضر غزوة الحديبية سهما في هذه الغزوة، وهذا دليل على تكريم من حضر غزوة الحديبية، دليل على مكانتهم، أن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله عليه الصلاة والسلام يفرض لكل من حضر غزوة الحديبية سهما في غزوة خيبر من غنائم غزوة خيبر. هذا الرجل لما حضرته الوفاة قبض سهمه هو في خيبر، في أراضي خيبر، فلما حضرته الوفاة قال لهم أشهدكم أني قد تزوجت فلانة ولم أسمي لها مهرا ولم أعطها شيئا، وأن سهمي الذي بخيبر من صداقها، يعني لها، فأخذته فباعته بمئة ألف درهم. وهذا الدليل على ماذا؟ على أنه كان سهما كبيرا، على أن قيمة المهر هنا وصلت هذا المقدار العظيم. وهذا لا يخالف ما تقدم من طلب تيسير المهور، ومن بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصدق، يعني لم يقدم مهرا لإحدى نسائه، ولم يأخذ مهرا لإحدى بناته أكثر من 12 أوقية من الفضة. لكن هذا لا يمنع، لا يمنع إذا اتفق الناس على ذلك، إذا رضيت نفوسهم، بشرط ألا يكون في ذلك مغالاة، وألا يكون في ذلك ما يدعو إلى تعطيل التزويج بين الناس بسبب ارتفاع المهور،
هذا الرجل سمحت نفسه، لكن بعد هذه المدة الطويلة التي تزوج بهذه المرأة واستمتع بها ولم يدفع لها شيئا، فلما حضرته الوفاة أراد براءة ذمته، لأن هذا الدين في ذمته. ولو مات الرجل ولم يسمي لها هذا الصداق فإن هذا الصداق يؤخذ من التركة، يقدر من التركة، لكن الرجل رضي الله تعالى عنه سارع فقدم هذا الصداق. الحديث الثاني ينهى عن المغالاة، أن يبين أن أيسر النكاح، أن خير النكاح أيسره. أيسره في ماذا؟ ورد في بعض الروايات أيسره مؤونة، كلفة يعني. ومؤونة الزواج لا شك أنها أهم المقاصد في موضوع الزواج، لكن حتى في القبول، في قضية القبول، التيسير في القبول ذاته بصرف النظر عن المهر، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تيسير في القبول، تيسير في الخطبة، كل ما في الزواج وما حوله مأمور بالتيسير فيه. المصنف يقول يعني هذا الحديث مع الحديث المتقدم الذي فيه أن المرأة باعت سهمها، باعت السهم الذي أخذته عوضاً عن مهرها 100,000، كيف يكون تكون 100,000 ويكون هذا من باب التيسير؟ يقول هذا لا يعارض هذا، ولعل هذا الحديث جيء بها هنا في باب التيسير في الجملة في الزواج، وأيضاً من التيسير في الزواج التيسير في المهر، لكن المهر الذي مر معنا هذا الذي كان تقديره بعد ذلك 100,000 لم يكن مشروطا، المرأة ما اشترطت، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ما سماه، ما اشترطت المرأة على زوجها مهرا معينا، فالرجل سمحت نفسه وطابت بأن يدفع لها هذا المقدار من المهر، فلا تعارض حينئذ. نعم. باب في خطبة النكاح. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره حاء. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة رحمهم الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. لم يقل محمد بن سليمان إن. حدثنا محمد بن بشار أنبأنا أبو عاصم أخبرنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه قال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نعم. هذه الخطبة
التي تقدمت معنا وفيها الشهادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وفيها الأمر بالتقوى، هذه تسمى خطبة الحاجة. خطبة الحاجة، ما معنى قولنا خطبة الحاجة؟ الحاجة هي ما يهتم الإنسان له ويسعى لتحصيله ويرغب فيه، هي الحاجة، هي التي تحركك. هذه الحاجة أصلها في نفسك، ثم بعد ذلك تتحرك أعضاؤك لتحصيلها، ومن حركة الأعضاء الدعاء، رفع اليدين، النطق، اتجاه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه كلها وسائل لتحصيل الحاجة. لماذا ذكر خطبة الحاجة؟ خطبة الحاجة عامة، يعني أنها في كل حاجة. إنسان يريد أن يتزوج، إنسان يريد أن يستعين بجهود إنسان معين، إنسان يريد أن يرافقه إنسان إلى مكانه، يريد أن يستعير منه شيئا، يريد أن يسأله أن يعينه في دينه، كل حاجة يهتم لها الإنسان ويتحرك لها ويسعى لتحصيلها، هذه الخطبة تنفع لها. نعم، هي وردت في النكاح، هذه الخطبة وردت في النكاح، يعني الإنسان إذا جاء يخطب يعني يتقدم ليطلب نكاح المرأة، هذه الخطبة يقدم لها بمثل هذه الكلمات النافعات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم بعد ذلك التذكير بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، بداية سورة النساء: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقولوا قولا سديدا. هذه الآيات فيها تذكير بالتقوى. لماذا التذكير بالتقوى في بداية هذا الأمر؟ لأن الإقدام على مثل هذه الأمور والسعي إليها يقتضي أن يتذكر الإنسان الساعي، وأن يذكر من حوله بموضوع التقوى. التقوى مخافة الله، التقوى الخشية من عقاب الله سبحانه وتعالى. والإنسان عندما يقدم على أمر محبوب قد تعزب عنه هذه المعاني، يعزب عن ذهنه، ينسى موضوع خشية الله سبحانه وتعالى. في سبيل تحصيل مقصوده قد يكذب، في سبيل تحصيل مقصوده قد يزيد في الأمور، في سبيل تحصيل مقصوده قد يحجب بعض الأشياء. لذلك التذكير بالتقوى. وإذا سلك الإنسان المسلك الصحيح واتقى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ويهيئ له الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين. فحتى لا يقول إنسان: ما الفائدة من هذه المواعظ؟ ولماذا موضوع التقوى في موضوع الخطبة؟ إنسان يريد أن يتزوج،
لماذا يذكر هذا الموضوع؟ لأن التقوى مطلوبة هنا حتى تبين للناس الأمر على حقيقته، حتى لا تكون غاشا لهم، وحتى لا تحجب عنهم شيئا، وحتى لا تغير من الحقيقة. لا بد من التقوى. اتقوا الله، اتقوا الله. ثلاث آيات هذه كلها تذكر بالتقوى وتهز وجدان الإنسان المسلم حتى لا يتجاوز عن هذا الأمر. قد يؤزه الشيطان، قد يقولها ولا يفعل شيئا من مقتضاها، يجوز هذا، لكن بحسب الإنسان المسلم أنه إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله أن يكون وقافا عند حدود الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلذلك يعني شأن الزواج ليس شأنا اعتياديا، ليس أمرا مهملا. شأن الزواج شأن عظيم، والإقدام عليه يحتاج إلى تبصر، والإقدام عليه يحتاج إلى تفكر، والإقدام عليه قبله وبعده ومعه يحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى، لأن الإنسان هنا إذا أظهر غير الحقيقة وملك المرأة أخذها بالعقد بشرع الله سبحانه وتعالى وظلمها أو قصر أو زاد أو نقص، هذا كله مما يؤاخذ عليه. وبخاصة إذا سمع هذه الآيات، إذا سمع هذه الآيات. وكثيرا ما تسمعون العاقدين وهم يعقدون يبتدئون بذكر هذه الخطبة، هذه خطبة الحاجة. ولذلك إذا قيل خطبة الحاجة فإن الكلام ينصرف إلى هذه الخطبة والآيات التي ذكرت فيها. نعم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا بدل بن المحبر، أخبرنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل ابن إبراهيم رحمهم الله عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. قال لنا أبو عيسى: بلغنا أن أبا داود قيل له يجوز هذا، بلغنا أن أبا داود قيل له يجوز هذا، قال: نعم، وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخطبة التي تقدمت ليست واجبة، يعني لا يلزم في موضوع المفاوضة في أمر النكاح أو في أمر العقد أن يقدم له بهذه الخطبة، لكن التقديم بهذه الخطبة فيه خير وبركة. لو لم يفعل وقال زوجني وقال زوجتك وانتهى الأمر. وقد حدث هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب إليه هذا الرجل أمامة بنت عبد المطلب فأنكحه النبي عليه الصلاة والسلام إياها، لأنه كان وليها، النبي عليه الصلاة والسلام بني عبد المطلب، فأنكحه إياها من غير أن يتشهد. يعني ما ذكر هذه الخطبة، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنها ليست واجبة في مسألة خطبة النكاح. وأبو داود رحمه الله صاحب الكتاب سئل هل هي واجبة؟ قال: لا، وفي هذا أحاديث كثيرة، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عقد النكاح بدون أن يذكر فيه لفظ التشهد. إذن لماذا ذكرها هنا؟ لماذا ذكر خطبة الحاجة؟ لأنها أفضل وأكمل وأتم، خصوصا في مثل هذا الأمر العظيم. باب في تزويج الصغار. حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال: أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع، قال سليمان: أو ست، ودخل بي وأنا بنت تسع. نعم، هذا دليل على ماذا؟ على جواز نكاح الصغيرة، لكن هذا له شروط.
الصغيرة التي يعقد عليها له شروط النكاح، لا بد أن يكون هذا من الولي المجبر وهو الأب، الولي المجبر الأب. أما بقية الأولياء فليس لهم أن يزوجوها وأن يجبروها، لأنها لها الحق بعد ذلك إذا كبرت أن تطلب الفسخ، أن تطلب الفسخ. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ولدت في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وخطبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيها أبو بكر وهم في مكة فزوجه إياها، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 9 سنين. يعني بعد هذا دليل على أنه يجوز أن يعقد على الصغيرة، على الصغيرة، لأنها لا تملك في وقت العقد في مثل هذا ليس لها رأي، حتى لو قالت قبلت ليس لها رأي في هذا، لأنها لم تصل إلى مرحلة التي تكلف فيها وتقبل عبارتها. لماذا تزوج الصغيرة؟ السؤال هو في هذا الزمن ثارت هذه المشكلة، لا يجوز نكاح الصغيرة وهذا فيه ظلم وهذا فيه التجار بالبشر إلى آخر ما يقال. لماذا تزوج الصغيرة؟ الصغيرة في الأصل لا تزوج إلا لحاجة معينة، يعني إنسان مثلا مريض ويتوقع الموت في مرضه، أو كبير أيضا يتوقع الموت وعنده هذه البنية يخشى عليها من الضياع بعده فيزوجها قبل موته لمصلحتها لحفظها. ومن أشفق على البنت من أبيها؟ هو أشفق الناس عليها، ولا شك أنه لا يقدم على مثل هذا الأمر إلا لمصلحتها. نعم هنالك ظروف قد تحدث تجعل الإنسان مثلا يزوجها طلبا للمال أو يزوجها لأنه سيسافر أو كذا، لكن الأصل أن الإنسان لا يفعل ذلك، وهذه بضعة منه فلذة كبده، لا يفعل ذلك إلا لمصلحتها، إلا لمصلحتها. مر معنا الحديث والأحاديث المتقدمة الرجل الذي قال من يعطيني رمحه وأزوجه أول بنت تولد، أول جارية تولد لي. فولدت له جارية بعد ذلك، فجاء يطلبها من أبيها ويقول زوجتي، فأصر الأب على أنه لا بد له أن يدفع مهرا، وحلف على ذلك، وحلف هو ألا يدفع مهرا، وتخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركها. وهذا دليل على أن هذا العقد غير منعقد، لأنها غير موجودة أصلا، الصغيرة موجودة لكن هذه التي لما تولد بعد هذه غير موجودة، فالعقد عليها عقد على شيء غير موجود. لكن هنا الصغيرة يعني تم العقد عليها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأبوها أبو بكر، ولكن لم يدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن بلغت وأصبحت في سن 9. سن 9 هذا أول سن تبلغ فيه النساء، أول سن تبلغ فيه النساء، والأحوال مختلفة حسب البيئات، حسب السلالات الأجناس. فيه بعض الفصائل البشر يتم النضج فيها مبكرا، نضج المرأة بالمحيض، إذا بلغت المرأة المحيض خلاص أصبحت أهلا للزواج، ولكن في بعض البيئات قد تتأخر هذه، تصل مثلا إلى 12 أو 13 أو 15 ويكبر جسدها ولكنها لما تحيض، لما تحيض بعد.
وهذا كله أمر مراعى. أيضا بنيتها وقدرتها على تحمل الزواج هذا أيضا أمر لا بد من النظر فيه. يعني المسألة ليست يعني بالقياس المطلق أنه كل صغيرة تزوج هكذا ويدخل بها زوجها، لا بد أيضا من النظر في الأمور الأخرى، هل هي تطيق الزواج أو لا تطيقه، هل هي كبرت بلغت سن المحيض أو لم تبلغ، لا بد من النظر في مثل هذه الأمور. أيضا لا يغيب عن أذهاننا النظر أيضا إلى موضوع المصلحة في هذا الزواج، قد تكون هناك مفسدة في هذا الزواج، بنت صغيرة تزوج إلى رجل في 90% أو 100% من عمره مثلا، أو تزوج إلى رجل سيتركها يأخذها يعني يوما أو يومين ويسافر ويتركها أو كذا، لا بد من النظر حينئذ في الأحوال والظروف المحيطة بها. ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحقق أبو بكر والد أم المؤمنين عائشة من كل هذه الأمور، لأنه كان يعرف هذه، كان يعلم هذه الأمور، يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصلاحيته لأن يتزوج بابنته، ويعلم أن زواجها به خير لها في دينها ودنياها، هذه ستكون زوجة خير خلق الله أجمعين، وأيضا العقد الدخول بها لم يتم إلا بعد أن كبرت، وأيضا لم يظهر منها رفض بعد أن حضر موعد الزواج، لم تقل لا أريده، لم تقل هذا الكلام. ومن حق المرأة إذا زوجت صغيرة، وهذا كما قرره العلماء، إذا زوجت وهي صغيرة إذا كبرت ورأت أنه لا مصلحة لها في هذا الزواج أو أنها لا تريد هذا الزوج أن لها أن تعترض. وقد مر معنا فيما تقدم وأشرنا إليه في الدرس قبل الماضي أن امرأة جاءت، فتاة جاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا لا أريده، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لها الحق في أن تقبل أو أن ترفض، فلما جعل لها الحق قالت قد رضيت بما صنع أبي، وإنما أردت أن يعلم النساء أن لهن من الأمر شيئا. يعني المسألة رضا المرأة مطلوب، ولذلك جاء في الحديث أيضا عن النبي عليه السلام فيما تقدم معنا البكر تستأذن والثيب تستأمر. نعم الولي هو الذي يعقد لها ولا بد من الشهود، لكن تستأذن البكر، هكذا صراحة يقال لها فلان جاء لخطبتك، لكن يراعى أيضا حال البكر، البكر أكثر حياء من الثيب، البكر ما لها تجربة مع الرجال. قال وإذنها صماتها، إذا سكتت أو خفضت رأسها أو نحو ذلك أو صدر منها لفظ حتى مع نعم موافقة، إذا صرحت بالموافقة فهذا دليل على القبول، لكن لو صرحت بالرفض أو صاحت وبكت أو قامت وخرجت تدل على الرفض، لا أريده، أقتل نفسي كما تقول بعض الفتيات، أو أرمي نفسي من أعلى البيت لو زوجتوني بهذا، هذا دليل على القبول؟ لا. ولهذا هذا شرط، البكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني إذا لم يظهر منها معارضة لهذا الزواج. وأما الثيب فتستأمر، يعني لا بد أن تنطق ثيب، لأن لها تجربة تعرف الرجال، تقول نريد أن نزوجك بفلان أو فلان جاء لخطبتك، تقول لا بأس موافقة، أو تقول لا أريده، تستأمر يعني تأمر بالزواج منه أو تقول لا أريده، هذا كله دليل على أن
للنساء حقا في أنفسهن، حقا في أنفسهن. حتى الصغيرة هذه إذا كبرت من حقها أن تقول نعم أو لا، فإذا استمرت على الموافقة فلا شيء في هذا إن شاء الله. باب في المقام عند البكر. حدثنا زهير بن حرب، أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هوان على ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا وهب، حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا زاد عثمان وكانت ثيبة، وقال حدثني هشيم أنبأنا حميد أخبرنا أنس وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. نعم، هذا الحكم فيما إذا كان الرجل متزوجا ثم تزوج بأخرى، هذه الزوجة الجديدة إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، فإذا كانت بكرا يقيم عندها سبعا، يعني هذا الحكم خاص بمن كان متزوجا يعني له زوج سابق ثم أحدث زواجا جديدا، يقيم عند البكر سبعة أيام وعند الثيب ثلاثة أيام. هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا إلا واحدة، من هي؟ عائشة أم المؤمنين، وبقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام كن ثيبات. وهنا حديثان، الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة ومكث عندها ثلاثة أيام، يعني ما قسم لنسائه بعد الزواج بيوم، لا، أقام عندها ثلاثا. وتزوج صفية رضي الله تعالى عنها وأقام عندها ثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام بين أيضا حكما آخر، قال لأم سلمة بعد أن مكث عندها ثلاثة أيام، يعني مكث عندها ثلاثة أيام يعني لا يخرج لا يغادر، لا، يعني يبيت عندها ثلاثة ليالي، ما بالنهار فيخرج الإنسان لمصالحه. نعم، وهذا لا يعني، ربما يفهمه بعض الناس أنه يغلق الباب ويظل حبيس الدار، لا، إذا جلس لا حرج عليه إذا ما عنده شغل، لكن إذا كان عنده شغل فلا حرج عليه أن يخرج، لكن المبيت يكون عند هذه المرأة الجديدة. لما بات النبي عليه الصلاة والسلام الليالي الثلاث عندها قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، لك منزلتك ولك مقامك، إن أحببت أن أسبع لك نجلس سبعة أيام موافق، لكن سأسبع لنسائي الأخريات، يعني بدلا من أن يقسم لكل واحدة من البواقي ليلة يقسم لهن سبع ليالي، فأنت بالخيار، إن أحببت أن تأخذ الثلاث ثم بعد ذلك أنا أدور على نسائي كل واحدة أجلس عندها ليلة، أو إن أحببت أن أجلس عندك سبع ليال سأسبع للبواقي كل واحدة
إذا درت عليها أجلس عندها 7 ليالي. وهذا طبعا فيه بعد، يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس عند كل امرأة 7 ليال سيمر عليها ربما 2 شهر حتى يعود إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فالأحسن أنها تقبل بالثلاثة. كذلك صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية. أنس رضي الله تعالى عنه جاء عنه أن تأكيد هذا المعنى أنه للثيب يجلس عندها 3 وعند البكر 7، ولكن هذا حديث موقوف. وأنس يقول ما قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من السنة. وهذا عند علماء الحديث إذا قال الصحابي في مراتب رواية الصحابي ذكره العلماء، إذا قال الصحابي من السنة كذا فله حكم الحديث المرفوع، يعني السنة هنا سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. احتمال أن تكون سنة أبي بكر وعمر أو أحد من الخلفاء، احتمال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. لكن الظاهر ما هو إذا قال من السنة أو مضت السنة؟ أنها سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث حتى وإن كان موقوفا على أنس له حكم الحديث المرفوع، وهذا دليل على قوته، لأن الصحابي لا يقول ذلك إلا إذا كان مستيقنا من أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يمكث المتزوج حديثا عند الثيب 3 ويمكث عند البكر 7 إذا كان له نساء أخريات؟ لماذا؟ كان يكفيها ليلة كبقية النساء؟ لا، هذه امرأة جديدة، رجل دخل إلى حياة هذه المرأة وهي جاءت إليه قرين لم تعرفه ولم تألفه، ما بينهما، فيحتاج الأمر إلى مزيد من الألفة، مزيد من التواصل، مزيد من الاطمئنان، وهذا لا يتحقق باليوم الواحد، يحتاج إلى عدد من الأيام. نعم الثيب عندها خبرة في الرجال، كانت متزوجة سابقا ربما بزوج أو بأكثر، عندها خبرة في الرجال، فلذلك تكفيها 3 الأيام، لكن البكر التي لم يسبق لها الزواج ولم تخبر الرجال هذه تحتاج إلى مدة أطول، فلذلك النبي عليه السلام يعني جعل لها 7 أيام. نعم. باب في الرجل، في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. حدثنا إسحاق بن قبل أن ينقدها شيئا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أخبرنا عبده أخبرنا سعيد عن أبي عن أيوب عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية؟ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي أخبرنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان رحمهم الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها. حدثنا كثير يعني ابن أبي عبيد أخبرنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس مثله. نعم، نحن سمعنا خبر الرجل
الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي تزوج بالمرأة زوجه بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمي لها صداقا، ثم بعد ذلك أعطاها عندما حضرته الوفاة أعطاها سهمه بخيبر، هذا دليل على أن العقد والدخول يصحان بدون تسمية المهر، لكنه يثبت في الذمة يبقى دينا. فهنا المصنف رحمه الله بوب بهذا أنه يجوز أن يدخل بها قبل أن ينقدها شيئا، ما أعطاها شيئا. وحديث حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها وزواجها من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام زوجه إياها، عقد له عليها، لكنه عندما أراد أن يدخل بها النبي عليه السلام أمره أن يعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ هذه درع مشهورة كانت عنده، يعني يأمره أن يعطيها هذا الدرع مقابل النكاح، مقابل العقد المهر. ماذا تصنع فاطمة بدرع علي؟ هل تقاتل به؟ لا، يمكن أن تبيعه، يمكن أن تبيعه وأن تأخذ ثمنه مهرا لها. فالمهر الأصل أنه يسمى، وهذا الأضبط وهذا الأصح وهذا الأقطع للنزاع حتى لا يتنازع الناس، هذا قليل هذا كثير هذا زائد هذا ناقص، أن يسمى. لكن لو لم يسمى، تم العقد وتم الدخول، يظل المهر لازما يثبت في الذمة حتى لو مات يؤخذ من تركته. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، أخبرنا شريك، أخبرنا شريك عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة رحمهم الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. يعني هذا الحديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها دليل على أنه يجوز أن يتم الدخول بالمرأة التي تم العقد عليها قبل أن تقبض المهر. لكن هذا الحديث فيه علة، أن راوي الحديث لم يسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ما سمع منها، ربما سمع هذا ممن سمع عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ربما سمع هذا ممن سمع عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. حدثنا محمد بن معمر، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أنبأنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. أو أخته. يعني المال الذي يسمى عند العقد هذا يكون للمرأة مهر، لكن بعد العقد لو سمي ما حباء عطية يعني هذا لا شيء فيه، يكون لمن سمي له، يعني الرجل المتزوج اشترط عليه المهر مثلا 1000، بعد العقد طلب إليه أو هو بادر وقال هذه 100 لأختها، 100 لأبيها، 50 لأمها، هذا
ما كان بعد العقد يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمي له، للأم للأم، للأب للأب، للأخ للأخ، وهكذا. قال وأحق من يعطى في مثل هذا الحال بنته أو أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. نعم، يعني إذا كان هناك تكريم غير محدد، الزوج يقول هذه 100 أنا أريد أن أعطيها هدية مني، لكن لمن؟ أول من يقدم، المفترض أن يقدم البنت، يعني ليست المتزوجة، بنت الأخرى أو الأخت، أخت الرجل. فهذا يعني في الشريعة أمر وارد، الهدية، إكرام أهل الزوج، إكرام أهل الزوجة وارد، لكن المهر المسمى للمرأة نفسها المتزوجة خالص حق المرأة كما ذكرنا في الدرس الماضي، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة خالصة، هذا للمرأة نفسها. وأما ما يعطى من هدايا وأشياء فهي لمن سمي ذلك له. وإذا أراد الإنسان أن يهدي، إذا تزوج وأراد أن يهدي لأهل امرأته، فأحق من يقدم في هذا البنت أو الأخت. نعم، نتوقف هنا لأن معنا عددا من الأسئلة إن شاء الله. إذا تبين المهر كما قلنا لازم أيها الإخوة، لكن إذا كان المهر فاسدا، إذا كان المهر فاسدا، يعني لو كان أعطاها مهرا لكنه مهر لا يصلح، يعني عندنا من الأشياء التي لا تجوز، الأشياء التي لا تعتبر من المال، يعني عند المسلمين الخمر والخنزير والعياذ بالله، هذه ليست من الأموال، والحشرات هذه، لو أن إنسان يربي أفاعي ثم جاء فتزوج وقال أنا أمهرتها 10 ثعابين، هذه ليست مهرا في الإسلام، ليست مهرا في الإسلام. لو جاء وتزوج بنقود أبطلت، انتهت من العهد الماضي، يعني النقود التي كانت تتداول في الجزيرة العربية مثلا، النقود التركية وغيرها مثلا، أبطلت ما عادت تتعامل، فلو أمهرها الزوج قال بألف، وإذا هي من النقود القديمة يثبت ودخل بها، يثبت في ذمته المهر الذي تستحقه بالعملة المتداولة التي تعارف الناس عليها. فلو أنه تزوج بها بدون زواج بدل كما يقولون، يعني زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو أخته على أن يزوجه أخته، يعني جعل إحدى المرأتين مهرا للأخرى، هذا نكاح باطل. لكن لو أردنا يعني تصحيحه بعد ذلك، فإنه لا بد من أن يفرض لكل واحدة مهر جديد، مهر تستحقه. يقول ما حكم من لا ينفق على زوجته وهي تعمل وراتبها لها، يعني باعتبار أن لها راتبا مهر، يعني فهي تنفق من هذا الراتب، إذا تم الاتفاق بين الرجل والمرأة فلا شيء في هذا، يعني القبول بين الزوجين هذا ينهي الأمور. لكن إذا كان هذا من باب الضغط عليها فلا يجوز له، لأن نفقة المرأة على من؟ على زوجها، ولا يجب أن يضغط عليها لتنفق من مالها، إذا تبرعت هي هذا شأنها، لكن نفقتها على زوجها. فلا يجوز للرجل أن يترك الإنفاق عليها بحجة أن لها مرتبا تتقاضاه في كل شهر، إلا إذا رضيت هي بذلك، إذا كانت راضية فلا شيء في هذا.
يقول نعمل في البحر نستخدم أدوات ممنوعة في الصيد. إذا كانت ممنوعة المنع لا يكون هنا إلا لمصلحة. أنا لست مختصا في هذا، لكن أسمع أن في بعض المواسم مثلا لا يجوز، يعني ممنوع الصيد مثلا حتى تكبر الأسماك مثلا، حتى تترك لها فرصة أن تبيض وتكبر، يعني هذه تفقس هذه البيوض وتكبر. كذلك يعني استخدام بعض يعني بعض ربما بعض الصيادين أو بعض الشركات تستخدم أنواع من الألغام أو المفرقعات هذه حتى يخرج السمك من الشعب التي هو فيها، ثم بعد ذلك يتم اصطياده. كل شيء ممنوع في هذا فالمنع للمصلحة العامة، فلا يجوز للإنسان أن يجازف وأن يدخل في هذه الأشياء الممنوعة، لأن هذا يؤثر أيضا على كسبه، يؤثر هو على كسبه، لأنه يكسب الشيء بطريق غير صحيح. يقول يغسل أباه ويدلك جسده وينظفه لأنه كبير، وربما رأى بعض عورته. لا شيء في هذا، لأنه هو ما قصد هنا الاطلاع على عورته، وإنما قصد خدمة والده، وجزاه الله خيرا على هذا. وهذا أمر قد لا يعني يحصل كثيرا، لأن الإنسان إذا تعرى ربما يرى منه شيء حتى ولو كان متحفظا، فكيف إذا كان كبيرا لا يستطيع الحركة، ربما يرى منه شيء في مثل هذه الحالة. المهم أن لا يجعل هذا الأمر سبيلا لأن يتأمل في هذا وأن ينظر إليه ويغلغل النظر، لكن إذا رآه رؤية عابرة فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول طواف السنة هل يلزم أن يكون 7 أشواط؟ نعم، الطواف كالصلاة، يعني هل يصلح أن يصلي الإنسان ركعة واحدة؟ ما يصلح، أقل الصلاة يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم. كذلك الطواف نصابه 7 أشواط، سواء كان الطواف سنة أو واجبا أو ركنا، كما في طواف العمرة أو في طواف الإفاضة في الحج. يقول هل تفسر الأحلام؟ لا، أنا لا أفسر الأحلام. يقول هل يجزئ أن يكون المهر حفظ سورة معينة أو آيات من القرآن؟ مر معنا في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن، وبعض العلماء يقول إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا رضيت المرأة بهذا إن شاء الله لا شيء فيه. لو يقول هل قول القول عند تهنئة العريس يعني بقول أوصيك بتقوى الله وطاعته هل وارد في السنة؟ نعم، الوصية بالتقوى أيها الإخوة في الأمور كلها، كما تقدم معنا في خطبة الحاجة أنه ورد ذكر آيات عديدة في كتاب الله الكريم، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بالتقوى في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن يقولها الإنسان في موضوع الزواج أو في عندما يهنئ إنسانا بزواجه أو بسكناه دارا معينة أو بحصوله على وظيفة أو في كل الأمور، أن يذكره بتقوى الله سبحانه وتعالى. يقول هل جميع الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمر به أو نهى عنه تكون بصيغة الوجوب والنهي؟ يعني هذه مسألة علمية تخصصية، لكن لا بأس أن نقولها. يعني أحيانا يرد الأمر بصيغة الوجوب،
إن الله أوجب عليكم كذا، أو إن الله ينهاكم عن كذا، إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم. هذه صيغة النهي وردت وصيغة الوجوب وردت، وهذه تدل على مقتضاها. الوجوب يدل على الإلزام الفعل، وصيغة النهي هنا ينهاكم يدل على الإلزام بالترك. لكن في بعض الأحيان يستفاد الأمر الذي يقتضي الوجوب أو يستفاد النهي الذي يقتضي التحريم من الصيغة، ما فيها وجوب، ما يقول أوجبت أو حرمت أو نهيت، لا، من صيغة افعل ولا تفعل، اتقوا الله، هذه ليس فيها أمر وجوب، ما قال أوجبت عليكم، اتقوا الله، لأنها على وزن افعل، على صيغة افعل. ها؟ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه ما جاءت حرمت عليكم، ها؟ لكن لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه جاءت بصيغة لا تفعل. فالأمر والنهي قد يستفاد من اللفظ كما في قوله أوجبت أو نهيت، وقد يستفاد من الصيغة يعني افعل ولا تفعل. طبعا ما كان مستفادا من الصيغة يشترط له شروط، أنه يعني ليس له قرينة، أمر مجرد عن القرينة أو نهي مجرد عن القرينة، يعني لم يقترن به شيء يصرفه عن الوجوب أو لم يقترن به شيء يصرفه عن النهي، حينئذ نقول بأن ما كان على صيغة افعل يقتضي الوجوب، ما كان على صيغة لا تفعل يقتضي عدم التحريم. يقول أخوكم هذا اتفق مع عمه على شراء شقة بعمارته بالجنيه المصري، يقول كنت أقوم بالتحويل له بالدولار لأني أعمل بالخارج على أن يقوم بصرف الدولار بما يعادله بالجنيه المصري ويخصمها من قيمة الشقة، ثم تراجع العم عن البيع وأراد إرجاع المسدد من قيمة الشقة بالجنيه المصري، إلا أني طلبته بما حولته له بالدولار كما حول لي، فهل هذا صحيح؟ لا، الديون يقولون القاعدة فيها أنها تقضى بأمثالها، أنت حولت له بالدولار ليحوله إلى الجنيه المصري، فالذي ثبت في ذمته الدولار ولا الجنيه؟ ثبت في ذمته الجنيه المصري، فأنت لك ما المقدار الذي ثبت في ذمته من الجنيهات المصرية، وإذا نقص عليك شيء يخلف الله سبحانه وتعالى عليك. الحديث يقول أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، نكاحها باطل يعني هذا في تزويج المرأة لنفسها بدون وليها، وهذا حديث يعني معتبر عند العلماء وسيأتي معنا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.